احتفل البلجيكيون بالعيد الوطني وتقدم الملك فيليب الأول الاستعراض العسكري وسط إجراءات أمنية مكثفة وحضور آلاف المواطنين الذين لم يثنهم خطر العمليات الإرهابية عن الخروج للاحتفال في شوارع العاصمة كما اعتادوا في كل عام. القوات المسلحة تشارك في استعراض هذا السنة في ظروف لا نقول استثنائية، وإنما نتيجة بعد المساهمة الكبيرة لقوات الأمن منذ شهر مارس الماضي في حماية المواطنين. لذلك فإن الاستعراض ومشاركة القوات المسلحة في معرض هذه السنة يتم تحت شعار اندفاع الجيش أمن المواطنين، خاصة وأن الإجراءات المشددة بشكل غير مسبوق هذه السنة بعد تفجيرات مارس، وخاصة بعد نحو أسبوع من مأساة مدينة نيس عندما دهس سائق الشاحنة العشرات والعشرات من القتلى ومئات المصابين في مدينة نيس. والسلطات الأمنية البلجيكية أكدت على لسان رئيس الحكومة من أنها اتخذت الإجراءات اللازمة الإضافية. وفي ردهم على المخاوف الأمنية توافد المواطنون بكثافة لتحية القوات المسلحة وأجهزة الأمن. أنا من لندن ومتعود على الإجراءات الأمنية، ويجب مواصلة التمتع بالحياة، وهو الرد على الإرهابيين. الاعتداءات الإرهابية التي أدمت بلجيكا زادت في شعور الانتماء الجماعي وأحيت حب الوطن لدى المواطنين، كهذا الرجل الذي لم يفقد حيويته وهو في 89 من العمر. ألاحظ منذ سنوات خليطا بشريا وهو أفضل بالنسبة للمستقبل، ويجب تشجيع الشباب على الاختلاط والانفتاح. هذا المواطن الذي شغل في ألمانيا في الخدمة العسكرية وشارك في استعراضات سابقة، ويعتقد بأن بلجيكا اليوم هي أفضل بكثير بما فيها من تنوع ثقافي وعرقي وديني، ويعني تظهر عليه ملامح الفرح مثل الكثير والكثير والكثير من البلجيكيين رغم المخاوف المشروعة في مثل هذا الوقت. نور الدين الفريدي، العربية، بروكسل.